كيف تشتبك أو كيف تختار الاطلاع واستيفاء معالم مشهد كامل ما بين الملحد والمؤمن والمفكر ورجل الدين والكاتب والناقد وما إلى ذلك؟ دي حاجة ملهاش أي علاج إلا كثرة القراءة، لا دواء لها إلا كثرة الاطلاع الواسع الجارف الصبور المستوعب المنفتح واسع الأفق القادر على أن تتوفر تحت يده مصادر عربية وأجنبية وأن تترجم له إذا لم يكن ملما باللغات المختلفة، وأن يكون دائم الدراسة للواقع والاشتباك مع العصر، وأن يحسن بناء الجسور بين الفجوات المعرفية والفلسفات والمدارس والأديان والتيارات الفكرية. الإلمام بهذا المشهد بأكمله ملهوش علاج ولا حل إلا القراءة الواسعة الجارفة، ولنا في هذا نماذج مضيئة نستضيء بها. المرحوم الكبير أحمد تيمور باشا كان عالما موسوعيا عجيب الشأن، وكان صبورا جدا على القراءة والاطلاع، وكانت مكتبة تزيد على 18,000 عنوان مودعة في دار الكتب المصرية، وكان يعكف على المطالعة يوميا عدد لا نهائي يعني من ساعات اليوم يوميا، وكان يفتح ملفات كلما استوقفته ظاهرة أو فكرة أو قضية علمية يفتح ملف ويسجل فيه المسألة ويضيف المواضع العلمية اللي وجدها الآن ويسيب الملف ده، ممكن يرجع له بكرة بعد شهر بعد سنة، ويستمر في القراءة الواسعة في كل ميادين العلوم والمعارف. كل ما يقرأ يلاحظ أنه المسألة دي بتخدم على ملف كان فاتحه يضيفها هنا. في بعد مرور سنوات تلاحظ أنه بدأت تنشأ بواكير مؤلفات ومشاريع علمية، فعمل كتاب معجم العامية المصرية وأصولها العربية الفصحى 6 مجلدات من أغرب ما يمكن أن ترى في ساعة الاطلاع.